سالفة سولف هالحلبوسي كيفنا على سالفته من قال مقدورين يتحمل المسؤولية الحلبوسي يتحمل المسؤولية كافة على إيه هاي سالفته سولفها وين أخذهم وين ما راحهم يندلهم هو وين هم باعوهم عجل وين راحهم هم باعتهم حكومتنا ما بيها خير باع الزلمنا ليش ما يقابلنا ليش يتهزم الروح علي يعوفنا ويروح يتحمل المسؤولية الحلبوسي على هاي السالفة السالفة هجم بيوتنا الله يهجم بيته على هالسالفة هاي يتحمل المسؤولية شنو ذنبهم دولة باعوهم اتفقهم هم صفقة سياسية سواها وباعوها على شنو باعوهم على كراسيهم يخاف على منصبه شنو ذنبهم هاي ليش هيجي انا الله اكبر العنده قيره لا يظل ساكت الله اكبر على سالفه الحلبوسي هاي الله اكبر يتحملونها من الناحيه وهي جايه يتحملون هاي السالفه سالفتهم هجومهم بيوتنا نقول اليوم على باكر بلكت خبر بي خير يا رب ويجينا ويطلع يصرح يقول مقدورين شنو انا نقدرهم ليش؟ شنو انا اقدرهم بيهم؟ يلا اريد نعرف شنو هاي 7 سنين ما سالف هالسالفه الا هسه يلا يقول يلا قال مقدورين يتحمل المسؤوليه يتحمل المسؤوليه الامم المتحده كلها اريدها تقول ليش هيجي انا نقدر ازلمنا ولا الله اكبر البيت ببيته ولا واحد عنده قيره الله اكبر الله اكبر الله اكبر علي الله اكبر علي وعلي يقول تعال نوفن زلمة راحت الله اكبر علي الله ان شاء الله ينكب بولده على هالسالفه منو راح لك؟ انا اخوتي هذول اربعتهم اربعه الله اكبر تعال نوفن اوفي عليش لا ابنا يوفيه هو يقول اخذ حقه اذا هو طيب يجي منين يجي؟ منين يجي الله يهجم بيتك نحن أبناء عشيرة السادة أبو بدران في منطقة الأزرقية في معارك التحرير بتاريخ 3/6/2016 تم تحرير منطقتنا وتم أخذ أبنائنا من قبل القوات العسكرية حشد وجيش ولحد الآن ما نعرف مصيرهم وين صار أكثر من 6 سنين ودول كلهم من عمومتي أكثر من 50 أو 60 رجل راحوا اللي متزوج واللي بعده شباب أحداث واللي عنده أطفال ومن عائلة أعرفاني واحد 5 أشخاص ومن عائلة 4 الأب والأولاد ولحد الآن كل ما يجي رئيس وزراء الناشدة ماكو نتيجة احنا لولا المنظمات ماتوا من الجوع خلف الله على المنظمات الدولية اللي جاي تساعد هالأطفال تساعد هاي العوائل ولا الحكومة لحد الآن أي دعم ما بين منها كل شيء ماكو لا دينار ولا فلس ولا أي شيء بينما المنظمات جاي تفتر عليهم منظمات أجنبية وجزاهم الله ألف خير فالناشد عن مصير أبنائنا ميتين يقولون يا أبو ميتين خلص طيبين يقولون بأي مكان هو أكو تناقض بالكلام ناس تقول مغدورين وناس تقول مغيبين وكل حكومة تجي أول شيء نوقف على مصير المغيبين يصير بالحكومة ينهي المشكلة بعد ماكو كل شيء تسأل يقول لك ماكو شيء ما نعرف مصيرهم شنو مغدورين مغيبين الحكومة تدري بيهم لأن الجيش أخذهم والحشد وين راحوا وما بلعتهم القاع لازم كتلوهم يقول يابا كتلناهم وفضلت راحت إيه جثتهم ينطونا يبينون مكان المقابر اللي دفنوهم حتى نحفرهم ونطلعهم ما موجودين يجوز بلعتهم القاع راحوا ما نعرف مصيرهم شنو فينطونا نتيجة بذلك نحمل مسؤولية رئيس الوزراء اللي هو أبو الحكومة وأبو الكل القائد العام للقوات المسلحة هو يأمر القوات المسلحة يتابعون الملف من تاريخ عليكم السلام من تاريخ حيدر العبادي اللي كان رئيس وزراء بعهده راحوا ولحد الآن Thank you.
والله قاعدين الليل والنهار نتنطر، يا يطلع سجين نروح نسأل يذكرنا ياهم، يطلع النهار كله قاعدين وندعي يا رب يفرجنا عليهم، يطلع الحلبوس يقول لنا مقدورين، شلون مقدورين؟ مقدورين يلا يقول لنا ميتين نريدهم، طيبين يقول لنا مصيرهم وين؟ مصيرهم بالسجون، يعرفون منه اللي اخذهم، شنو احنا شنو اذا نبنى ولدنا صار الصفقه السياسيه بديهم؟ احنا مو يعني احنا على شنو يساومونا؟ احنا ما نساوم، احنا نريد ولدنا. يعني ولدنا ابرياء، والله العظيم ابرياء، كل شيء ما عندهم وداي تتهموهم يعني بالارهاب، واحنا ولدنا ابرياء، احنا ولدنا ابرياء نريدهم. قاعدين الليل والنهار والله العظيم، اليوم يجينا خبر من عندهم، اليوم يجينا خبر من عندهم، اليوم بلكت الله من قناه لقناه نقلب التلفزيون تانا يطلع لنا خبر زين. قاعدين على الاخبار نريد لنا خبر زين، تفاجئنا بهذا الخبر اللي يقول مقدورين. ليش ما ادري محمد الحلبوسي انهم مقدورين؟ مقدورين يجيب لنا جثثهم، يجيب لنا الجثث اذا هم مقدورين، اذا هو يدري بهم مقدورين يطالب هو مو بالبرلمان، يروح يطالب الجثث ويجيب لنا اياهم، تعال نقعد ونسكت. ليش هسه انا احنا انه بيقولون وفوا، انه بيقولون موجودين، انه بيقول مقدورين، يعني خميس الخنجر يقول موجودين، إيه ومحمد الحلبوس يقول مقدورين، احنا ورا من نمشي؟ ورا محمد الحلبوس لو ورا خميس الخنجر؟ والله يا ابو اطفال، سبع اطفال عندي وامهاتهم اثنين، ثمان نفرات الله وكيلك، ونعول بيهم. لا محمد الحلبوس مديد علينا، ولا يحيى القاضي مد ايده على هالاطفال، بدالك الله اذا تجيهم مساعدات من تلقونها ياخذون نصها من الدول، من الدول والله تلقاها ساعدوا ربعه ويقسمونها بالنص، لو خذوها رجعوها. يحيى هسه يقول لك وفوا، اي هسه يحيى يقول وفوا، يعني هسه انا بالمكتب ماله ياخذوني بهالفايلات ويضمون جوا، يعني يقول وفوا. ليش احنا جايبين لنا جثث شيء تنوفي؟ جايبين لنا شيء من عندهم تنوفي؟ شان ادري يروح اذا هو زلمه او خوش زلمه، يروح على جرف الصخر يشوفه، يشوفون جرف الصخر بيه سجناء لا مليان بيه تالوجيه، يقول عاد وفوا احنا نرتاح، نقول والله جتنا ورقه وفاه، يجيب لنا جثثهم تنشوفها، يجيب لنا جثث اذا هو يدري بهم مقدورين، يجيب لنا جثثهم نرتاح. ليش اليوم سبع سنين احنا معلقين لا للسماء ولا للارض؟ عندنا مريض مقعد بالقاع، ما عندنا لحد، لا حد يعيله، لا احد، كل اخوانها كلهم انفقدوا وزوجها انفقد وما عندها ظنه، وقاعده هذه شيء تسمع الله نطعمها ونيمها ونقعدها، اخوتنا راحت، عشيرتنا ترى كلها راحت، بدالكم الله يها كلها كلها، نطالب الحكومه اشياء السودان، نطالبه نقول لهم يابا شوفوا مصيرهم، انطونا اياهم، هيش انطونا اياهم، هيش انطونا اياهم، حلوا لنا مشكلتنا يا خيي، اقطعوا انفسنا داني الله ينصرنا وينصر أمة الإسلام. أوف يا خي ذكراهم مرة ذكراهم على قلوبنا، لما نتذكرهم نشق قلوبنا تنشق، والله ما بالتسابيح يا الله ننساهم بالتسابيح. ناشدكم، الناشد من الطيب بهم؟ قل لي يا خي أنت الإعلاميين، قل لنا من الطيب ده الناشدة؟ ده الناشدة يفضلنا مشكلتهم، هيك ينطينا إياهم، هيك ينطينا إياهم. تقول لنا آية عيوننا، عيون يا احبابي تخيتم لو بعدكم، العين اليمنى جفت من بعدكم، وين اللي دلينا عليهم؟ وين اللي نشدنا عليهم؟ جاه كل من الى جاه عند امة محمد، يا رب شوفوا لنا، خلاص الحكي، خلاص الحكي، وكل شيء ماضل يا خيي، كل شيء ماضل، كل شيء قلنا، كل شيء قلنا وكل شيء سولفنا، شو نسولف بعد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون، ما عندنا غير ذكر الله. والله زوجي مريض وابني هالواحد مفقود، مرة ابنه تمرض هسه قاعد بالفراش، الله وكيلك محمد كفيلك، عنده بنات اثنين صغار بعدهن، وحدة عمرها كبيرة عمرها سبع سنين، وين اروح انا بهن؟ اريد مصير ابني وينه؟ طلع ور قلوبنا محمد الحلبوسي، الله لا يوفقه، الله لا يجزيه بالخير، والله ور قلوبنا ور. شو الخنجر يقول 2001 موجودين، يطلع لنا هذا يصرح لنا يقول لنا مفقودين،
والله كل يوم المغرب نبكي عليه. احنا بالنسبه ابناء اهل الازرقيه بثنا التحرير طلعنا سلمنا نفسنا لمن؟ القوات الامنيه. اللي طلع طلع واللي انفقد انفقد، ما نعرف مصيرهم، ما صاروا. مو؟ ما يصير هيك، احنا سنحمل مسؤوليه من؟ المن حمل المسؤوليه؟ مسؤوليه رئيس الوزراء ام محمد الحلبوسي؟ ما نعرف. فنعرف نعرف ابنائنا اللي تقولون عليهم مغيبين وهسه تدعون بهم بين مقدورين، ما نعرف شنو مصيرهم لحد هاللحظه هاي. زين اذا هم يقولون مقدورين، اذا مقدورين جيبوا لنا ارشاشهم الجثث مسمسكاتهم كذا، ما يصير مقدورين وقبل يطلي ولحق ربعك ما ادري وش. جهه امنيه ممثله وعلى حسب الرسول راحوا وسلموا نفسهم، وبالاخير طلعنا هبال منثوره، ما نعرف ما نعرف اولادنا، ما نعرف وين صاروا. ابني انفقد على الرزازة، ولا ما أخذوه بثلاث شهور، عندي خبر منه بجرف الصخر، مدرسة صفراء جرف الصخر مسجون بيها، طلع سجين من يمه، قال ابنك بجرف الصخر مسجون، ولا ست شهور، ها صار سبع تسع سنين بهاي السنة، لا خبر لا جثة لا كل شيء ماكو، وحتى أبوه انجلط وأبوه هسه بالعربانة قاعد، وأرجو من الدوين من اللي صليب الأحمر يروحون لجرف الصخر يشوفون أكو حد بيها. ولا راتب، لا حتى راتب رعايه ما انطوني، والله ابنك مو متزوج، ليش ابوه سقط منين ياكل ابوه؟ الراتب لا حد يسولف حتى، يعني كل شيء ما انطوه، يعني حتى راتب مال معوق لابوه ما انطوه. وانا عندي خبر من ابني بجرف الصخر، يعني الدول الصليب الاحمر الشيء ما يقدر يوصلون، الصليب جرف الصخر ما يقدر يوصلونه؟ يعني هسه الحلبوسي من طلع ذيك الفتره ذاك اليوم يقول ذولا مقدورين، الحكومه الباقيين يقولون ذولا ارهاب، ان المفقودين اهل الصقراوي ذولا مو ارهاب، ذولا ابرياء ما عندهم كل شيء. طلعوا من الظهم، طلعوا من الظهم اكثر من ذاك، ولو ظالين هيلا خير. قبل يوم ابو شوكت يجون، ابو شوكت من اخذهم؟ من اخذهم؟ نحن ابناء عشيره الساده ابو بدران في منطقه الازرقيه، فقدنا اكثر من 100 شخص من ابناء عمومتنا، واكثرهم هم ناس فله، يعني اكو قسم منهم ناس بعد عمره 13 سنه 14 سنه اثناء الفقدان، فهسه مصيرهم مجهول، هسه عوائلهم يعني لا هي للسماء ولا هي للقاع. ناشدهم باسم الانسانيه ان يبينون مصير هؤلاء الناس اللي راحت، يعني فقط ما اريد، يعني اذا ميت قول له ميت، واذا طيب طيب خير هو يجي ان شاء الله. وكلهم طبعا مزكين امنيا من الجهات الامنيه، وعندهم ملفات وعندها علم السلطات الامنيه، يعني هم من فقدوا وجاء راجعون المحاكم، والحد الان يعني ما اي شيء تبين عنهم، ما حد يعرف عن مصيرهم شنو هو. هسه اكو بهم متزوجين، اكو يعني عندهم عوائل اطفال، والناس يعني هسه الظرف يعني صعب، والحد الان يعني ما استلموا اي شيء من تعويض، يعني المعاملات سوء لحد الان تقريبا، يعني بالموازنه مال 2021 كانت اكو فقره انه يعتبرون يتمتعون نفس الحقوق مال الشهداء، ولكن حد الان يعني كل شيء ماكو، يعني بس كتابنا وكتابك ماكو اي نتيجه، والناس يعني هم عندها اطفال وناس تعبانه وما عندهم احد يعيلهم، يعني مو تقول شخص او شخصين، يعني بالنسبه لنا احنا الساده البودران تقريبا انا يعني بس ولد عمي اللي لي 37 واحد من بيت سيد حمادي 37 شخص، ويعني 37 شو تسوي لهم؟ يعني شو تنطيهم؟ يعني انت شو تسد واحد اثنين؟ عدد كبير وعندهم اطفال، واكو بهم متزوجين حديثا، يعني مرتها صار ست سنوات تنتظر، يعني شنو مصير هاي المرأة؟ ما ظلت تنتظر، لازم تعرف مصير زوجها، هل هو طيب او ميت. كل عيد نتأمل نقول يا الله هاي بلكة لمتنا، نقعد الناس تقول تسوى واحنا قاعدين دموعنا على خدنا، حتى انا مني واحده والله كرهت حتى اروح لهن. الله وكيلك محمد كفيلك، من ورا اروح القى بس الحزن بس البكي، يا خي مو مثل قبل نقعد بضحكه يتلقانا، شنو نلقى هناك؟ والله ما اروح ولا اصل، يجوز احتمال للظهر لو ثاني يوم يلا اروح، ما اقدر حتى اوايج عليهم، بس العجوز والشايب قاعدين بهالبيت، يعني هاي مالها حوبه؟
حزن حزن كآبة ملينا، حتى أبوه من المرض قبل يمشي هسه ما يمشي يا أخي، والله ما يمشي. أنا تمرضنا هسه شكوننا، حتى لو يجي ويشوفنا ما يعرفنا، تبدلت حتى شكوننا من الضيم من قد الفرقة. العيشة صعبة والهم كل هذا ما يصير بينا يا أخي. والله العظيم بناته من يشوفني ويجن من هناك يجن يقول لي بنته تسألني من تقول بابا وين، شو أقول لها؟ أقول لها بابا راح بالسجن، هو يجي هسه يطلع يقول لنا هيك، يعني شو نقول لها؟ بتاريخ 3/6/2016 وخلال عمليات التحرير فقد أكثر من 100 شخص من أبناء عشيرتنا السادة المبدران، ومنذ أكثر من 6 سنوات مضت عليهم ولا نعرف مصيرهم، علما إنهم مدققين أمنيا من قبل الجهات الأمنية ومعرفين من قبل أهالي المنطقة، وليس لهم أي صلة بالمجاميع الإرهابية، وغالبيتهم من الكسبة يعملون في مجال الزراعة، وبعضهم أحداث لم تتجاوز أعمارهم 13 عاما. وعليه نناشد السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب والسادة النواب، نناشدهم باسم الإنسانية عن الكشف عن مصير أبنائنا وإنصاف ذويهم الذين ينتظرونهم بفارغ الصبر. والله ولي التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أبناء عشيرة السادة المبدران في منطقة الأزرقية 7/12/2022. إذن حلبوسي وين كان كل هالسنة؟ اليوم 8 سنين يقول مغدورين، ولدنا مو مغدورين، ترى ولدنا موجودين. أريد ولدنا وينهم؟ أريد طالب السوداني، أريد شوف ولدنا مصيرهم وينهم، وأطالب شو اسمه خميس الخنجر، أريد أشوف أولادنا. وهو يقول عن غريبة بشرك، إن شاء الله ست جديدة بشرهم. الحلبوسي ليش يقول مغدورين؟ ولدنا موجودين وكلهم موجودين، وندري بيهم وجانا خبر من عندهم. ليش يقول هيجي أنا مغدورين ولدنا؟ كل هالسنة وين كان الحلبوسي؟ ليش هيجي أنا؟ أريد مصير أولادنا يبشرونا بهم عن غريب إن شاء الله شنت جديدة. كافي عادي أنا شوفونا حل. ترى ورنا الحلبوسي بهالسالفة أي هاية. والله ورنا ور. ليش هيجي أنا؟ أنا من بيت رايحين 8 نفرات. أولادي وولد حمولي 8 نفرات راحوا لي أنا. مو الهجم بيتي ما ظل لي لو واحد. كافي عادي أنا، خلي شوفون مصير أولادنا وين؟ هاي اليوم 8 سنين ما شافونا ياهم وين؟ توا يقول لي مغدورين ولدكن. يا الله مو هجم بيوتنا على الحلبوسي. كافي عاد يا الحلبوسي. الموت المرض اللي هي والله الموت، والله الموت، والله نحن الموت. عندنا ابنائنا مفقودين، فهسه ما اعرف مصيرهم وين صار. فاحنا نطالب الحكومه يشوفونا هم طيبين، يقولون طيبين، ميتين يقولون ميتين، والنساء هسعينا بدون ما عدا أحد، لا راتب ولا تعويض ولا كل شيء نطوهم. فالأمورهم تعبانة حيل، تجينا المنظمات الله جزاهم الله خير جاي يساعدونهم. فاحنا نطلب من الحكومة يشوفونا هم وين صاروا، أطفالهم نساءهم ضالة، بيهم تزوج صار له شهر وانفقد زوجها وظلت تتنى على اليوم مباشر وماكو قبض. كل ما يجينا أحد يقول إن شاء الله نشوفهم، ماكو لحد الآن ماكو نتيجة. سموهم مغدورين مفقودين، ما افتهمنا الشغلة. ميت يقولون ماتوا، جيبونا جثثهم تنشوفهم تالناس تقطع أنفسها. طيبين يقولون طيبين، المسجون لازم ما حد يواجهه، صار هاي 6 سنين من 7 سنين ما حد يواجههم، ما ندلهم وين. وهذا ما صار بكل الدول العالم، يعني المسجون لازم أهله يشوفونه تقطعون أنفسهم يمنون عليه.
ونسأل الله إن الله هاي الحكومة الجديدة إنهم يدير بالهم عليهم يشوفون هاي الأطفال وهاي لا تعويضات لا مساعدات لا كل شيء ماكو مدارس هاي كسم على ملابس لا غيرها. يعني الحلبوسي ما يدري بهذا العامري الله عليك من اخذ زلمنا وراح، يعني ما يدري الحلبوسي بحنان فتلاوي من اخذ زلمنا وكبت على سريع مال الصقراويه، هذا العامري بالشهداء مال الصقراويه حاضر على زلمنا، وزلمنا وصارنا معسكر طارق بالليل ومعسكر طارق السيارات مشت فيهم سيارات منشئات اخذت الزلم ومشت، مكتوب عليها مطار الدولي. ها علي الحلبوسي اريدك تقابل هذا العامري وتقابل حنان فتلاوي الله وخلق الله، يحيى المحمدي حاضر بيها، سلام الجميلي حاضر بيها، والله يتحملون المسؤوليه سلام الجميلي ويحيى المحمدي، هذول كلهم واقفين عليهم من شالتهم السيارات المنشآت وراحت، لا يدرون نفسهم ما يدرون في زلمنا، وزلمنا جاتنا رساله منهم مرة ثلاث اشهر جانا ولد قال الزلم كلها موجوده في جرف الصخر، فاحنا زلمنا موجوده ناس تقول بالناصريه وناس تقول في جرف الصخر، ترى الله عليهم ترى الله عليهم وناشد من الله ومن السودان الجديد ان شاء الله سنه جديده يكشف مصير ولدنا السوداني. هاي الاطفال شنو شنو اني زوجي رايح وليدي رايح، يعني وظلن هسه علي البنات اني الله عليك هسه تالي الشيف بالعيبه قمر في جهال اني اقدر، عندي عجوز مريضه بالضم حالها ما درها تبكي على اولادها، ليش يقولوا ذول المغدورين؟ والله يدري فيهم الحلبوسي والله يدري فيهم، وانا اقول لك كلام قابلنا خميس خنجر وقال 300 موجودين عندي ها عيني 2000 وقال ديري باكر توفي، فانا اريدكم توصلوني خميس خنجر. اخي العزيز احنا ايام التحرير ب 3/6 اجتنا القوات الامنيه، يعني قوات امنيه رسميه مو تقول يعني مشبوه بها او كذا، فاحنا كنا ننتظر هذه القوات تجينا حتى نروح نسلم نفسنا عليها من الحيف والضيم اللي شفناه من المجاميع الارهابيه المسلحه اللي كانت حوالينا، وطلعنا احنا على القوات الامنيه كنا نساء ورجالا طلعنا يعني ناس مسالمين بس ايدينا والملابس اللي لابسيها خلاص، يعني ما عندنا لا سلاح ولا عندنا كل شيء، فمن طلعنا للقوات الامنيه عزلونا واحد، النساء اخذوها واحد والرجال اخذوها واحد، فالرجال اللي من اخذوهم فما نعرف مصيرهم وين، هم اللي اخذتهم اخذتهم قوات امنيه، يعني مو تقول يعني ناس ما نعرفها ولا غير معروفه، علم عراقي وقوات يعني معروفه عد الدوله، فلمن اخذتهم احنا الرجال اخذونا على صفحه والنساء اخذوهم على صفحه، فمن راحوا قسم من عندنا الكبار السن او قسم منهم نجى طلع، والقسم الاخر اللي راح بعد احنا ما ندري وين راح ما نعرفه، يعني هاي صار اكثر من 6 سنوات ما نعرف مصيرهم وين، ما ادري هم ميتين ما ادري هم غير دوله او كذا او وين رايحين ما نعرف، فاحنا اللي نطالب نريد مصير ابنائنا مصيرهم وين، اذا ميتين قولوا لنا عمي ميتين انتوا خايفين المستحيين او خايفين انتوا حكومه الفصل الكم، رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني يعني الكلمه إلى نناشد احنا، هو كرئيس دوله يعتبر رئيس دوله هسه، محمد كان الحلبوسي رئيس برلمان، يعني الممثلين اللي احنا انتخبناهم بوقتها كانوا يجون يمنا وحياكم الله وان شاء الله المغيبين بجيوبنا واحنا راح ان شاء الله ندور لهم ونجيب لكم اياهم، نجيب لكم هسه نريد خبر عنهم ما نريدهم احنا، تدري هاي الثكالة النسوان هسه اللي فاقده 4 أطفال واللي 5 واللي 6 بقت، يعني هسه السماء والطارق ما عندها، خلف الله على المنظمات الانسانيه وخلف الله على الخيرين واللي منا يصرفون عليهم وملابس كذا، اما هسه الحكومه الله كل شيء ما شفنا من عندها لا تعويضات ولا كل شيء، على الاقل هسه لو ينطوهم بس رواتب رواتب للاطفال هاي خطيه هسه، عن اللي عمره 2 واللي عمره 3 واللي صار هسه عمره بعد حتى ابوه اسمه ما يعرفه ما نعرف، مقتولين قولهم قتله وراحوا، يعني احنا هسه ما جا نعرف عنهم اي شيء وظالين هسه، يعني شلون تقولي هسه النار تاكل بقلوبنا بس، ويعني هسه لو واحد من المسؤولين او رئيس الوزراء يروح لواحد او يروح لاثنين يعني شيء يصير بحاله، يعني فكيف احنا ناس يعني يطلع لك واحد يقول لك دول مغدورين او بيان انه يقول لك هو يعني مغيب انه بيقول لك مغدور ويوميا جايبيننا بسالفه، لو يقولوا لنا يا ابو تراهم ميتين اخلصوا هاي روحوا، لو يقولون تراهم محكومين
وان شاء الله ينتظرون حكومهم يطلعون، ولو يقولون لنا يابا والله احنا ما ندري بهم من راحوا، احنا همتى نعرف مصير ابنائنا وين. فمره ثانيه وثالثه نناشد الحكومه وعلى رئيسها السيد رئيس الوزراء، رئيس البرلمان، النواب، اهل الشان، اهل الغيره، اهل اللي عندهم ضمير ان يشوفون مصير ابنائنا وين. امها تسعى يعني شلون تقول على نار، يعني هسه لما يطبن البيت كانما طبات المقبره، تدري اللي فاقدت لها 7 ولد واللي 5 ولد واللي 4 ولد، يعني طب البيت يعني ماكو، اكو بيها ظلت السماء والطارق ماكو، بس المره واحده سبقت البيت، يعني ما ادري شو تصير بالمره، يعني ما مو زين ما تخبل، واكو بنت مرضا هسه اللي بيها ضغط واللي بيها سكر، الله وكيلك هسه الناس تحسن عليها على مود تروح تجيب علاج. يعني ماكو هسه لو بس ينطونهم رواتب يسوي لهم حال، تروح على التعويضات هسه اذا تروح على التعويضات كلها تدري بها التعويضات من ينطيهم تعويض هسه، يعني بس المعامله مال التعويضات يمكن ياخذ منها نص او 3/4 يلا اذا طلعوا لها معامله.